أول ملف وهو الخبر اللي اتفاجئنا بيه كلنا الصبح من خلال الفيفا والإعلان الرسمي بإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة 5 سنوات. يا أستاذ محسن، عايز أخد رأيك في الجزئية دي، وهل القرار ده والإيقاف ده كان منتظر طبقا لما يحدث على مدار عدد من السنوات السابقة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان متوقع، هو بس اللي بالنسبه لي كنت مستني امتى هيحصل. يعني استبعاد احمد كان امر يعني لا مناص منه، بس كنت مستني يحصل النهارده، يحصل بكره، يحصل بعده، وهو حصل النهارده الصبح ان شاء الله، الحمد لله. يعني كانت خبر جميل جدا. الرهان مش احمد، خلاص هو كده كده اجلا ام عاجلا كان هيمشي وكان هيستبعد تماما. لكن انا في وجهه نظري الفتره القادمه في الاتحاد الافريقي لكره القدم او مستقبل الكاف هو دي اللي هتبقى نقطه فاصله، لان كل رجال احمد ما اعتقدش هيبقى لهم وجود بالشكل الكبير في الفتره اللي جايه. الناس كانت اتكلمت على نفوذ مغربي بشكل كبير جدا، ما اعتقد ان ده حتى ان وجد هيتم تقليصه بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. البوصله الاتحاد الافريقي هتاخد منحنى اخر، لان فساد احمد كان شاهد العيان، كان فج. الدعم الاكبر ليه كان جاني انفانتينو رئيس الفيفا، ما قدرش يحميه اكتر من كده، خصوصا الصحافه الاوروبيه هجمت انفانتينو مش احمد قالت له بعد كل هذه المستندات وكل هذا الفساد لماذا يا انفانتينو تحمي احمد متى تتم اقالته؟ نشرت له بعض الوثائق والمستندات، يمكن كان اشارها جريده الماركه الاسبانيه، اللي حتى سمت بعض الاعضاء المكتب التنفيذي للكاف، وقالت حتى يمكن على لفظ رجع وقتها انه ليس نائب الرئيس ولكنه الرئيس المقرر للكاف. اعتقد في الفتره اللي جايه البدايه كانت احمد، واعتقد في الايام القليله القادمه هيكون في استبعاد او اقصاء لاخرين من الكاف. والفتره اللي جايه ان شاء الله تشهد، يعني نتمنى زي ما تمنينا من 4 سنين او من 3 سنين بالضبط في مارس 2017 بعد رحيل عيسى حياته، انه يكون في بدره امل في الكاف. ما حصلش ده للاسف مع احمد. نتمنى الفتره اللي جايه يحصل ده، سواء كان مع احمد ولد يحيى الموريتاني او موتسبي الجنوب افريقي، مع كامل التقدير طبعا واحترام اوجستين سانجور السنغالي وجاك انوما الليفواي.